السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم أريد أن أجيبكم على معلومة تشغل بال كثير من المربيين، وهي هل أوراق الخس مضرة لفراخ الكناري بعد الفقس؟ فكثير من المربيين إخواني الكرام يعمدون إلى التنبيه وإلى منع تقديم يعني أوراق الخس أو السلطة للفراخ الحديثة الفقس، بدعوى أنها تصيبهم يعني إسهال وأنها قد تؤدي إلى وفاتهم إلى ما غير ذلك. الجواب إخواني الكرام القاطع هو أن فراخ الكناري لا تتضرر بتاتا من أوراق الخس، فأنا شخصيا أقوم بتقديمها لهم، يعني أقوم بتقديمها للوالدين. شاهدوا معي، يعني يأكلون منها، ها هي ورقة سلطة يأكلون منها، وبعدها يقومون بتزقيق او باطعام فراخهم الصغيره. شاهدوا، اللهم بارك، هذه فراخ تبلغ يعني يومين فقط، يعني اقدم لهم الخس منذ الفقس، يعني منذ اول امس، ولا ضرر اخواني الكرام، والامور تمام والحمد لله. كذلك اخواني الكرام ساريكم يعني الزوجه الثانيه، يعني ايه ما شاء الله، فراخ كناري كما تشاهدون هنا، يعني تبلغ من العمر 5 أيام أو 4 أيام لا أتذكر بالضبط، وأقوم بتقديم أوراق الخس لهذا الزوج لكي يقوم بإطعام فراخيها. شاهدوا معي أسفل القفص، يعني فالمعلومات التي يتم ترويجها لن أقول بأنها غالطة 100%، لكن تبقى نسبية إخواني الكرام. فبالطبع إذا قمت بالإكثار من الشيء بغض النظر هل هو سلطة أم يعني خلطة بذور، يعني قد تضر بالفراخ. فمثلا الاكثار من خلطة البذور قد يؤدي الى التشحيم مثلا، وهكذا. يعني اما ان نحكم مسبقا على فراخ الكناري بان اوراق الخس تقتلها 100%، فان هذا امر غير صحيح وغير علمي. فقط ان تقدم اوراق الخس باعتدال، يعني فقط ورقة في اليوم كما تشاهدون، ها هي الام تاكل يعني في ورقة السلطة، كذلك هنا فراخ الكناري، يعني قمت بفطمها يعني فقط قبل يومين عفوا، يعني تبلغ شهر واسبوع بالضبط، يعني لم تتم الشهر والعشرة ايام، قمت بفطمها واقدم لها كذلك اوراق السلطة. شاهدوا، يعني لا يضرها، خصوصا يعني في الصيف يكون الجو حارا، بل تقوم بالتبريد عنها. شاهدوا معي، ذكر الكناري يقوم بإطعام الفراخ يعني بأوراق الخس. شاهدوا، يعني فيديو مباشر يعني ومعلومة صحيحة 100%، والأنثى ها هي أسفل القفص، هي الأخرى تأكل من يعني تأكل أوراق السلطة أو الخس، يعني ولا يضر. شاهدوا معي، هذا الذكر يقوم بإطعام الفراخ أوراق السلطة. شاهدوا معي إخواني الكرام، يعني الأمر ليس فيه أي ضرر، وليس يعني لا يقتل الفراخ. هكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو السريع. بالطبع سأقوم بتنظيف القفص بعد هذا الفيديو لأنه قد اتسخ كثيرا. أرجو أن تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة. شاهدوا معي، تطعمهم أوراق الخس إخواني الكرام، يعني لا يوجد دليل أكثر من هذا للقول بأن الخس لا يقتل الفراخ. فلا أقوم بإعطائكم أي نصيحة إلا أن أكون قد طبقتها أنا مسبقا على فراخي، فأنا لا أحب إلحاق الضرر بأي شخص. شاهدوا الأنثى تطعمهم يعني فقط أوراق الخس، وستشاهدون الحويصلة خضراء اللون لأن بها فقط الخس، يعني بالنظر لغلاء أثمن يعني حبوب البراقة أو طعام الطيور، فإن أوراق الخس يعني يمكن للشخص أن يستعين بها، لكن ليس بشكل كلي، يعني قدم حبوب البراقة وكذلك خلطة البذور والبيض، وكذلك يعني الخس بمقدار 20% من التغذية، يعني ورقة لا تتعداها كما تشاهد أخي الكريم، لا زال يأكلها. كذلك القفص الآخر، الأنثى هي الأخرى تأكل منها، يعني الموضوع مثبت وليس فيه أي ضرر لكم إخواني الكرام. هكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، نتمنى أن تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.